يلا مورا 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 خويا. العميميتو نقص مزيان. نقص مزيان. اه لا نقص مزيان. السلام عليكم، محمد الخاوة لاعب نادي سبو القنيطري. وصلنا المباراة يتسد هو ماشي من ناحية الصدفة، وإنما من بزاف ديال المجهودات اللي داروا في هذا العامين الأخرى، مجهودات اللي هي بدنية ومعنوية ومالية. والحمد لله حنا كنشكروا النادي الطاقم ديالو كامل اللي ساهموا معنا بالوقت ديالهم بالمادة ديالهم. و مستعدين ان شاء الله حنا ان شاء الله حنا مستعدين بكل ما عندنا، وان شاء الله نطلب شي سير. السلام عليكم، معك محمد بوباح حميد فريق نادي سبو القنيطري لكرة القدم. المهم هادشي اللي وصلنا له كيقول لك واحد المثل، من جد وجد وما زرع حصاد. هادشي هذا غير ثمرة ديال المجهودات الجبارة اللي كنقوموا بها من بداية الموسم، ومساعدة ديال الرئيس ديالنا سي حكيم دومو اللي مضحي بوقته وصحته وداكشي، حيت ما كاينش رئيس كيوقف على الفريق ديالو في الكبيرة والصغيرة بحال اللي وقف معنا سي حكيم. وكنبغي نوجه نداء العامل اقليم القنيطرة يساعد الفريق الشاب، حيت راه عنده بزاف ما يقول في المستقبل ان شاء الله. وانت كتعرف راه سبو القنيطري راه فريق راه غني على التعريف، راه مشاو منه عده لاعبين راه في البطوله الاحترافيه، وهادشي هو اللي كيعطي حافز للعابه باش يزيدوا القدام ويزيدوا يخدموا ان شاء الله. وهادشي غير بدايه ديال الطموح ديالنا، راه ماشي وصلنا للنهايه ديال الطموح ديالنا، مازال الخير من القدام. وشكرا. المواصل ديالنا ديال المباراه يتسد ما كانش بالصدفه، بالخدمه، وهذا هدف من الاهداف اللي كنا مسطرين لهم بداية العام، والمجهودات ديال الدراري وديال المدربين والرئيس الحمد لله. كل واحد باش يضحي، كاين اللي يخلي قرايته وكيجي تريني، كاين اللي كيضحي بفلوسه، فهمتي. الحمد لله حنا اللي دابا ممثلين الاقليم ديال القنيطره في مباراه يتسد، كنتمنوا من المسؤولين ومن الناس ديال القنيطره يعاونونا، وهادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله نفرحوا المدينه. عمر ديالي 17 سنه، تلعب مع ليكيب بروميير، وان شاء الله بغينا نوصلوا لهاد المرحله، وما كرهناش، كلشي يعاوننا ويساندنا، ونتمنى من الجماهير القنيطريه تعاوننا وتساندنا بكلشي معنويا وكلشي. والحمد لله حنا راه بغينا نتقاتلوا ونفرحوا جميع المسؤولين المسيرين والمدربين اللي كيساندونا ويعاونونا. نشكر الدراري اللي وصلوا لهاد المرحله، وان شاء الله في مباراه السد ان شاء الله راه نقولوا كلمتنا ان شاء الله، وان شاء الله نطلبوا الدعم من القنيطريين ويعاونونا ان شاء الله باش ما كان، وان شاء الله راه يكون الخير. كما كيعرف هذه الفرقه هذه راه تقريبا اجود العناصر في المدينه، الدراري راه مزيانين، فيكتيف كامل مزيانه، مدربين، رئيس غني على التعريف، الدراري تبارك الله راه ديما حاضرين لي سيونس، كيدوزو مزيانين، تنت كونسونطراو على البيت ديالنا اللي نوصلوا له. راه تقريبا عام كامل وانت كتلعب خاسر ماتش واحد، متعادل ماتش واحد، ورابح شي 16-17 الماتش، حصيله مزيانه، مورال مزيان. احنا كنوجدوا باش نمشيو للبراج ان شاء الله اون فورم، وكنتمنى من جميع المسؤولين ديال المدينه يعاونونا يساعدونا. فرقانا مزيانه، الدراري مزيانين، كاين اللي تبارك الله عنده لي كاليتي يلعب في فرق مزيانين، يعني كنتمناو الدعم ديالهم وكل شيء يجي يوقف معنا ويساندنا، وكنتمناو على الخير ان شاء الله. الموسم ربنا جمال شويه، وبمساعده السيد الرئيس اللي وفر لنا كل شيء صراحه الله، ما خلانا مخصوصين من شي حاجه من ماله الخاص. راك تشوف ماتريال، راك تشوف الدراري، شي حاجه ما خصنا لا مينه لا ترانسبور، الاكل، اللي تيقرا راه تيخلص له داكشي، اللي تيقرا اللي عنده شي حاجه راه تيعاونو. المهم الرئيس دار ما خلانا ناقصين حتى حاجه. القويه ديال التيرانات، عندنا التيران داكشي صغير، ما ماشي شي تيران اللي تدريو فيه عام كامل، وما كاينش الدعم، الدعم ديال الناس المدينه ما كاينش كاع للفريق، بحال ماشي الفريق قنيطري ولا هاد الناس تلموا حول الفريق. حتى هو الفريق قنيطري راه كنا كنتمنوا الخير للفريق ديالنا اللي نادي قنيطري، ولكن راه الفريق قنيطري هي محتاجه، راه يحتاجوا لاعبين من السبو ومن كواكب من النهضه، من خصنا نطلعوا الفراقي ديال القنيطرة على الاقل يلعبوا في الهوات. كتلقى مدن صغيره وعندها ثلاثه فراقي جوج في الهوات على الاقل، والفريق اللي تيكون الاول ديال المدينه راه تنبغيو ديما يكون في القمه. انا هاد المنحه راه تنظن وقيله الرئيس راه صارف اكثر منا وقيله على شي اربعه المرات ولا خمسه هاد العام، يعني تعاوننا في البرج هاد المنحه، وطلبوا من الناس القنيطريين الغيورين عند ديال القنيطره وغير على وليدات ديال القنيطره يعاونوا هاد الفريق هذا ويساندوا ان شاء الله. نتمنوا الخير ان شاء الله، وغادي نطلعوا ان شاء الله. ان شاء الله. ونروحوا الساكنه ديال قنيطره ان شاء الله. متكافئه، راه التيران هو اللي تيحكم. وحنا موجودين ما فيه الكفايه الحمد لله، عندنا دراري مزيانين. تايقين في الدراري. يعني نقول لك تايقين في الدراري، راه كلشي موفر، حتى واحد ما تيسال في حاجه الحمد لله من ماله الخاص، من مال الرئيس. ولكن الحمد لله حنا بغينا الدعم وبغينا الناس.
على الاقل كلمه زوينه. راه فاش تدخل كلمه كومونتير تصبر ديال سبولة كتلقى كومونتير كتلقى الدعم كتفرح كتقول هاد الناس ورانا هادشي اللي كاين. نتمنوا الخير جميع القناه ان شاء الله نجيبوا لهم الصعود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعبين الحمد لله مهيئين ذهنيا وبدنيا، حنا واجدين وعارفين الدراري، عارفين الدراري شنو تابعهم اللي واجدين. كنوعدوا الجماهير اننا ان شاء الله غنفوزوا في هاد المباريات السد، وغنفرحوا جماهير القنيطريه باش يكون عندنا فريق اخر، واخا عندنا فريق الام ديالنا اللي ما بغيناش يكون في الهوات، ولكن كنوعدوا جماهير ان شاء الله باش يكون عندنا فريق ثاني في الهوات. الماضي طلعنا وحيدونا الملعب وحيدونا الميناء وحيدونا كل شيء باش ما يكبرش نادي سبو. اليوم حنا كنادي ولا كرياضه عامة وكرة القدم خاصة، حنا اللي تنخدموا التنمية البشرية، علما بنا تنسهروا على بنيتات وليدات صغار من 7 سنين أقل من 23 عام، هما تيتباراو. عندنا الكرة النسوية، عندنا كرة الذكور، عندنا البيت السكر، عندنا الفوتسال، عندنا أقل من 20 سنة ذكور، 18 سنة أقل من 18، أقل من 16، أقل من 14، أقل من 12، أقل من 10 سنين، في إناث عندنا أقل من 17، أقل من 15، عندنا أو 23، في الفوتسال عندنا فرقة في القسم الوطني الثاني احترافي وعندنا أقل من 19 سنة، في البيت السكر عندنا فريق. ما كاينش بزاف الفروق اللي واخا حنا ما عندنا لا بنيه تحتيه لا موارد اللي تتعاونا من المال العام كيتعاونوا كاع الفراقي باش يكبروا، حنا ما عندناش هذا الشيء. حنا تنستغلوا ملعب كيفنا كيف الاخوان ديالنا. عندنا واحد 200 طفل 260 طفل وطفله تيلعبوا في المدرسه ديال تيتكونوا المدرسه ديال نادي سبور القنيطري. نادي سبور القنيطري عطى لعابه للمنتخبات، عطى احسن ناخب وطني في القاره الافريقيه للفوتسال، علاش هو من الناس اللي خلقوا هذا النادي معايا هو الدقيق هشام. المنتخب الوطني الستاف تكنيك راه كله من نادي سبور القنيطري، الحراس راه من نادي سبور القنيطري. نادي سبور القنيطري عطات احسن لاعبه في افريقيا في الكونغو ولعابات اخرين، 4 اللي داخلين سبور ايتود. حنا هذا العام غنديروا سبور ايتود، غندخلوا 260 دري ديالنا اللي تيمارسوا معنا باش في النهار يمشيو يقراو في العشيه يد. ولكن ما كاين حتى التفاته، ما كاين حتى التفاته. حتى المنحه اللي خرجت من عطاو النادي القنيطري كنا تنتسناهم يعطيونا حتى حنا. عطاو النادي القنيطري 250 مليون ولكن جاتهم صعيبه يعطيونا حنا 10 مليون. هو المجلس عطى تيتسناو، تنتسناو التوقيع ديال السيد العامل. حنا باقي تنتسناو، حنا الفريق الوحيد في الاقليم اللي تيلعب على الصعود الهوات، غنمثلو النادي وطنيا. ما فهمناش اليوم. كاين شي ناس تعيطوا غنعاونوكم غنعاونوكم، حتى باقي تنتسناو الله يخلف عليهم اللي يعاوننا الله يخلف عليه، واللي ما عاوناش الله يخلف عليه. ولكن هاد الوليدات راه خاص تعرف بين الفريق الاول ديالنا، حنا راه كاين اللي مزيود في 2004، كاين اللي مزيود في 2005، كاين اللي مزيود في 2003، كاين اللي مزيود في 2000، كاين اللي مزيود في 2001، فئه صغيره وديال ولاد المدينه. حنا تنلعبوا بولاد المدينه وعندهم واحد الكره حديثه وحمروا الوجه، راه 22 انتصار، 3 تعادلات، انهزام واحد، راه 22 منحه ديال الانتصارات، وكل شيء على حسابي انا، علما بان الفئات الصغرى كلها ما تتخلص لا انخراط شهري لا ملي تتنقلوا، كل شيء على حساب حكيم دومو. تنشكروا السي بالحاج هو المدير ديال الفئات الصغرى مع لاجوان ديالو سي الناصري عبد الصمد، والطاقم التقني كله ديال الفئات الصغرى والكبرى اللي تيساهموا في النمو واللي تيحيدوا هاد الوليدات من الشغب ومن التشرب والتشرد ومن المخدرات ومن بزاف الحوايج. ولكن حنا التركيبه ديالنا احسن من فرق احترافيه، وخاصنا حنا كفريق تنكونوا خاص واحد التفاته من المدينه، واحد التفاته من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لهاد الانديه اللي عندها كاع هاد الفروع في كره القدم. ولكن باقي تنتسناو. حنا نهار السبت غنمشيو نمثلو، غنمشيو للكونسونطراسيون نهار الخميس، غنبقاو 3 ايام وغنمشيو نهار السبت نمثلو مدينتنا احسن تمثيل، ونتمناو نجيبو نتيجه ايجابيه. ولكن كمل على الله، الواجب راه درناه، المناح راه واخدينهم كلها ما تيسالو حتى حاجه، وغنعطيهم المناح ديال المقابله غنعطيو لهم قبل ما يبداو باش ما يبقاش يقولوا غنخسر غنربح. ها الفلوس ديالك ربحتي ولا خسرتي، راه دوزتي موسم مزيان، ولا طلعنا راه غنحتفلوا بالصعود ديالنا في مدينه قنيطره مع القنيطريين والقنيطريات. ومن هذا المنبر راه تنتسناو الناس يخليونا نكبروا
لمصلحه المدينه، باسكو هادشي هاد المال العام الخاص ديالي تنخسر راه مصلحه الوليدات، راه ماشي مصلحتي انا، راه ما تنربح فيها والو، راه اللعابه ديالي اللي كلهم مشاو لا 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 الفرق الكبرى، لا في قسم وطني الاول لا في قسم وطني الثاني لا في الهواد، راه ماخدينا فيهم تارية، تنخليهم يمشيو ترزقوا الله. ونتمناو بان الناس يفهموا بان اول حاجه للتنميه البشريه في المغرب راه هي الرياضه وخاصه كره القدم. وريوني شي جمعيه عندها من غير الرياضه عندها 600 طفل صغير، اش هما المستقبل؟ خاصه نوفروا لهم الظروف ديال المستقبل ديالهم والعيشه الكريمه في هذه البلاد، ويغيروا على بلادهم، خاصهم منين يغيروا على النادي يغيروا على بلادهم ويغيروا على الوطن ديالهم ويغيروا على الملكيه ديالنا. ونتمنوا التوفيق للكره المغربيه، ونتمنوا التفاته راه حطينا لهم باش نديروا واحد السون دو فورماسيون، راه عطانا المجلس البلدي باقا تنتسناو السيد العامل يزكي هذاك هذيك البقعه اللي عطاونا، ولا ما كانتش مكتبه راه مكتبهاش، راه خمسه الخطرات طلبت ثلاثه الخطرات مع النادي قنيطري باش نديروا سون دو فورماسيون، ما كانش من حظنا. ودابا طلبنا ثلاثه الخطرات باسم نادي سبو الرياضي القنيطري، راه باقي تنتسناو، راه خاصنا ملاعب فين هاد الوليدات يمارسوا، فين هاد الوليدات يقراو ويلعبوا كره، ونحيدوهم من الشغب، علاش هما المستقبل، بنيتنا ولادنا راه هما المستقبل ديال المغرب، هو المستقبل ديال بنيتنا، ونبغيو مدينتنا تنمى احسن تنميه والقوه الاشتراعيه تولي وكل شيء يعيش مزيان ان شاء الله. وشكرا على الاستضافه في الفجر، وشكرا عليكم، وانتم دائما مقربين لنا في الرياضه المغربيه وفي مدينه قنيطره، ونشكركم جزيل الشكر.